مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. نحتفلوا باليوم العالمي للسلحفاة كل عام نهار 23 ماي في العالم الكل. نحتفلوا باليوم هذا، هو يوم تحسيسي، يوم عالمي باش نظهروا قيمة المخلوق هذية. السلحفاة هي كائنات بحرية ولا حتى على الأرض، أما تتواجد أكثر من 6000 سنة، معناها المحافظة عليها هي محافظة على الطبيعة بصفة عامة. البارح كان اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، واليوم احنا في المعهد عندنا تحفونة اللي تلهينا بها، وحبينا اليوم نعملوا تحسيس للصغيرات الكل من المدرسة من عمر 7 سنين حتى 13 سنة على أهمية المحافظة على الكائنات هذه. هي اسمها تحفونة، سلحفاة بحرية ضخمة الرأس بالفرنسية تورتو كاوان، واسمها العلمي كاغيتا كاغيتا، وهي زادة من الكائنات المحمية ومصنفة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض. السلحفاة هذه حكايتها حكاية وقصتها قصة. خلال رحلتها في البحر تلقى روحها بين شباك صياد تونسي جهة كارتاج سلامبو. الصياد هذا اللي اسمه مروان اتصل بالمتحف دار الحوت وجابها حتى الغادي باش تتعالج قبل ما تعاود ترجع من جديد للبحر. وقت جات هي اسمها الفكرونة، هذه تحفونة سميناها تحفونة، وقع معناتها حطيناها في الكارونتين معناتها في الحجر الصحي باش تقعد تحت المراقبة نشوفوها إذا كان عندها دي بارازيت، إذا كان مجروحة، إذا كان تجم تكون عندها أمسون بلعته، إذا كان عندها حاجة معناتها في الأحشية نتاعها. الحمد لله الفكرونة معناتها لاباس ما فيها حتى شيء، وشافتها الفيترينير معانا فهمتني، وخذيت حتى ديشونتيون من الدم نتاعها والتيسو والكاراباس فهمتني ولاباس. عطيناها الماكلة ومعناتها لاحظنا اللي هي أكتيف معناتها معناتها تتحرك وما عندهاش حتى شيء. متراو اليوم الحمد لله وصلناها فهمتني للبحر، رجعت للمحيط الطبيعي نتاعها، وان شاء الله اي فكرونه اي سلحفات ولا اي كائن حي يجينا لهنا ولا يجي لاي سنتر اللي تابعين المعهد الوطني للعلوم والكنوز البحار يرجعوا للموطن الطبيعي نتاعهم في احسن حال، ومعناتها ويرجعوا ويساهموا في التوازن البيئي بالنسبه للمنظومه البيئيه في تونس وفي البحر المتوسط بصفه عامه. دار الحوت تحب نذكر اللي هي تاسست من عام 1924 وتحلت العمومه عام 1926. دار الحوت هي معلم تاريخي وبيئي وعلمي تابع للمعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار. نحكي شويه على البنيه نتاعو. البنيه تكون من طابقين زوج طوابق وفيها 11 قاعة، كل قاعة عندها موضوع معين معناتها يهم معناتها العلوم البحرية ولا توسكيون رابور معناتها مع البحر، معناتها القاعة دي مثلا اللي هي تونس والبحر، عن القاعة الأخرى هي الثانية هي التاريخ البحري، عندنا قاعة زادة تعنى بالحيوانات والكائنات المحمية في تونس منها السلاحف هذه والفقمة اللي هي انقرضت معناتها من تونس، معناتها موجوده ما شافت اخر فقمه في السبعينات في جزيره جالطا وزمبره. بالنسبه للمهمه الرئيسيه للمتحف تتمثل في نقولوا 4 أو 5 حاجات، هي دراسه واكتشاف وحفظ وحمايه وتثمين الكائنات البحريه والموارد والمنظومات البحريه والمائيه والموروث ولا التراث البحري الموجود في تونس.